تبني منطقة الشناشيل بالبيوت القديمة الشناشيل اللي كانوا يسكنوها يعني أهالي البصرة القديمة وشخصيات البصرة، عيان البصرة، هم كانوا يمتلكون هذه البيوت القديمة الشناشيل. البناء هو البناء مو عراقي يعني، هذا البناء ما بنوا العراقيين يعني، كان تعرف أنت الاحتلال البريطاني والاحتلال العثماني وبعض اللي يعني مثل ما يقولون يعني البناء البنوا أكثر يعني هم بنوا الأجانب يعني مو العراقيين. ف يعني هي أكثر من 150 سنة، أكثر أكو بيوت صار لها أكثر من 150 سنة 160 سنة موجودة بهاي، صار ترميم ذاك العهد رمموها. هو هذا الخشب أولا معالج، خشب ممكن خشب يبنون به، وثانيا لازم يتعالج هذا قبل يعالجون الخشب بزيت الزيتون، والأكو حتى لا تاكل بها الارض يعني اكو مواد يخلونها من المواد يعني الحافظه للخشبه، يعني اكو خشبه صايره 150 سنه تلقى حتى الحشره ما تاكل بها، ما يصير بها حتى الرماز ما يصير بها، لان اكو معالجات كانت بذاك الوقت لها. بشكل عام هذه بيئة الشناشيل اللي موجودة اللي جاي نشوفها بشكلها الحالي هي كانت البيئة الرسمية وبيئة أصحاب النفوذ وبيئة الناس الأغنياء والتجار اللي موجودين في البصرة، بالإضافة إلى الدوائر الرسمية والبعثات الدبلوماسية كانت أيضا موجودة هنا. ناهيك أيضا عن اليهود اللي كانوا يسكنون في بيئة الشناشيل وفي بيوت الشناشيل بشكل عام. أرجع وأقول أن الشناشيل ارتبط اسمها باسم مدينة البصرة كنوع يعني معمار وكطريقة بناء، هي طريقة خاصة بالشناشيل حصرا، وكنوعية زخارف والخشب اللي مستخدم، النقوش الموجودة على الطابوق نفسه هي خاصة ب يعني أسلوب الشناشيل في البناء. البنائين يعني أنا بحسب مطالعاتي الشخصية قسم يقال أن هناك هنود يعني بنائين هنود اجوا بنوا هذه الشناشيل كنماذج اوليه، وتلاقفها البناؤون البصريون واخذوا الصنعه واستمروا بها. ظلت هاي الشناشيل اللي يعني لرصانه البناء مالتها وللصنعه المحبوكه والحرفه المحبوكه اللي انبنت بها حافظه على نفسها طيله هذه السنين، طيله مئات السنين اللي موجوده فيها من البصره، ظلت محافظه على بنائها وممكن استخدامها والسكن بها لحد هذا اليوم مثل ما جاي نشوف. نموذج البناء اللي موجود هو نموذج فريد ونموذج صديق الى البيئه، نشوف انه الشناشيل جميعها محاذيه الى الانهار، واحنا هنا واقفين الان انا اقف على نهر العشار، واحد من اهم الانهار اللي موجوده ويشق مدينه البصره.